ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من لندن بهاء العوام ومن موسكو يوسف بيجار. أبدأ مع لندن. إذا بهاء، كيف ستؤثر العقوبات على إيران على الشركات الأوروبية عموما وعلى الشركات البريطانية خصوصا، وما هو موقف بريطانيا من العقوبات أساسا؟ نعم، في الحقيقة حتى الآن لم يصدر أي قرار أو أي موقف بريطاني مخالف للقرار الأوروبي العام، وهو مواصلة العلاقات الاقتصادية مع إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية. لم يذكر الاتحاد الأوروبي ولا حتى بريطانيا كيف يمكن مواصلة هذه العقوبات وتجنب مواصلة هذه العلاقات وتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرارات رسمية بوقف النشاطات الاقتصادية ولا حتى أيضا من الشركات البريطانية العاملة في طهران. صحيح أن بريطانيا صاحبة الموقف الأكثر تشددا أوروبيا فيما يتعلق بضرورة ضم النشاط التخريبي لإيران وبرنامجها الصاروخي إلى الاتفاق النووي في مجال إعادة التفاوض من جديد في اتفاق مع شامل مع إيران، ولكن ذلك لا يلغي حقيقة أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والمملكة المتحدة قد شهدت تطورا ملحوظا جدا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة خلال العام المالي الأخير في بريطانيا، أي منذ شهر أبريل 2017 إلى أبريل 2018. بلغة الأرقام نحن نتحدث عن زيادة في العلاقات التجارية بين البلدين بنسبة 42% حتى وصلت إلى مئات ملايين الدولارات الأمريكية، وبالتالي أصبحت بريطانيا عاشر أكبر دولة مصدرة إلى إيران. لذلك وهنا تجدر الإشارة أن معظم الصفقات التجارية التي بهاء عادة عندما تكون هناك أمور متعلقة تمت عن طريق خارج النظام المصرفي، عندما هنا تكون هناك لو سمحت لي معظم هذه الأنشطة التجارية تفضل بها أبرمت خارج القطاع النظام المصرفي العالمي، وبالتالي يمكن أن تتجنب هذه النشاطات العقوبات الأمريكية، ويمكن أن تتواصل العلاقات الاقتصادية والصفقات الموقعة في هذا السياق. طيب. نعم تفضل. إذن بهاء العوام ابقى معي، سأعود إليك، أنتقل إلى يوسف بيجار من موسكو. يعني يوسف، في الأشهر السابقة تحديدا في شهر مايو قالت موسكو أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران ينعكس سلبا على الوضع في سوريا والمنطقة. ما هو رد فعل موسكو تجاه تجديد العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة؟ نعم، موسكو جددت هي الأخرى رفضها للعقوبات الاقتصادية التي ستفرضها الولايات المتحدة ضد إيران، وجددت وصفها بأنها عقوبات انفرادية أحادية الجانب غير قانونية ولا تتفق أبدا مع الأطر والقوانين الدولية، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. موسكو جددت دعمها لمواصلة التبادل التجاري والاقتصادي مع طهران، وفي الوقت نفسه دعت للمحافظة على خطة العمل المشتركة المتوصل إليها في إطار صيغة 5+1، ودعت كذلك الجانب الإيراني إلى تهدئة النفس خاصة بعد العمليات العسكرية والمناورات العسكرية التي قام بها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز. هذه المناورات رأى فيها بعض الخبراء المختصون في الجانب العسكري بأنها رسالة موجهة من طهران إلى واشنطن بأن طهران تحمي حقوقها الاقتصادية بعد فرض هذه العقوبات، والتي تستهدف بدرجة أولى تصدير إيران لمنشآتها أو منتجاتها النفطية في قطاع المحروقات، وهذا ما سيسبب ضرر كبير للاقتصاد الإيراني الذي يعاني في الآونة الأخيرة، وهذا ما ترجم في خروج الآلاف من المواطنين الإيرانيين في احتجاجات منددة بالوضع الاقتصادي المزري وبسياسة الحكومة الإيرانية التي نعم يوسف تنتهج سياسة ضد الولايات المتحدة التي أوصلت الاقتصاد الإيراني إلى الحالة التي يعيشها في الظروف الحالية. إذن يوسف بيجار مراسل الغد من موسكو، شكرا جزيلا لك، ومن لندن بهاء العوام مراسل الغد، شكرا جزيلا لك أيضا.